ولا مع عودة المباراة وانطلاقة الشوط الثاني وركلة الرداء ستكون مع اليوفي. تمريرة ممتازة كسرت الكرة لكنها ما زالت داخل الملعب. تنتهي خطورة هذه الهجمة في هذه اللحظة. الآن فرصة للتسجيل. الله على كرة في المرمى تعلن عن هدف التقدم. ماتيو بوليتانو سبينازولا تقدم للأمام مع إمكانية تشكيل خطورة على المرمى. يتغير مسار الكرة وتخرج إلى مرمى ركنية. تنفيذ الركنية في منتصف منطقة الجزاء. الآن نشاهد اللاعبين وعمليات الإحماء على الخط. ممكن أن يكون هناك تبديل في الدقائق القليلة القادمة. يا الله على هذه الكرة. تعادل قرب قرب إن استمرت الأمور بهذه الطريقة. الفرصة كانت خطيرة في اللعبة الماضية وفرصة التعادل مستمرة. والتدخل بقوة هنا. يتقدم بالكرة. فرصة خطيرة. تعزيز التقدم يا تيم. يقتربون أكثر فأكثر في هذا النهائي. يا لها من أجواء. يا لها من إثارة. نهائي من نار. هذه فرصة هدف. تضرب العارضة واللعب مستمر. تمريرة وفرصة خطيرة. كرة بتروح من جانب اليوفنتوس. الثلث الأخير من هذا اللقاء يبدأ في هذه اللحظات المتبقية أمام مساحة في هذه اللحظات. أعتقد التوتر المصاحب للانفراد كان تأثير على لعب الكرة بهذا الشكل وعلى ضياع هذه الفرصة. الهدف. شوف البينية الجميلة للعبة. لم يكن هناك أي شك في هذه اللحظة. موقف الواحد ضد واحد. طبيعي الكرة الأفضلية لتسجيل الهدف هنا. وبلا شك في مهارة في وضع الكرة داخل الشباك. تمريرة برؤية عظيمة. ضغط متقدم. استخلاص الكرة. مساندة تصل الآن. بيعدي وبيمر بالكرة. واحد يجب الحفاظ على التركيز في التعامل مع الكرة. القوة ليست الحل هنا. السيطرة يفقدونها هنا. ماتيو بوليتانو التسلل يتدخل ويوقف الخطورة. كرة تلعب بشكل سليم. مرت ووصلت وكانت تبدو خطيرة لكن في النهاية قرار صحيح. بكرة بينية يكسر الخط الخلفي. خطيرة له. الله على الضربة الرأسية. على التحليل. على الطيران. هدف يسجل الآن. لوبوتكا.
هدف الشرعي يستعيد اللقطة في المناطق الخلفية. كرة بتتصوب. أوه على هذا الهدف اكتساح كامل في الهجوم وفي النتيجة وفي كل شيء في الملعب. النتيجة الآن 6-1، 5 أهداف تفصل بين الفريقين. نابولي يلعب بشكل جيد على الجناح، لكن ضاعت المحاولة، كان ممكن تشكل خطورة أكبر على المرمى. ممكن نقل الكرة والبحث عن هدفة مرتدة. يمر فيها بعدي. كادت بأن تحرك الشباك، يا لها من فرصة، يا له من هجوم. أي كرة مرتدة سريعة، أي تحول من الدفاع إلى الهجوم في اللقطة الماضية. ضغط عالي لا يترك مساحات. بعد الضغط بيمر ويتقدم الكرة. الكرة في المرمى يضعها ويسجل هدفه الثالث. هاتريك لهذا اللاعب الكبير. فارا. الحكم يعطي الأفضلية لمصلحة نابولي، لكن يتحول القرار من منح الأفضلية إلى منح الخطأ. دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة. الهجوم المرتد، فرصة الواحد على واحد الآن. الراية تلغي هذا الهدف، هدف جاء من موقف تسلل وبالتالي لن يتم احتسابه. سنتيمترات قليلة حالت دون الهدف. لوبوتكا. لم يتبقى على المباراة سوى 5 دقائق والفارق حتى الآن والنتيجة. إبله بالسجن يضع كرة المرمى. أوهو كرة جديدة تحرك الشباك. نتيجة عريضة وأهداف كثيرة تعبر عن القوة الهجومية الجبارة. ماتيو بوليتانو. والكرة تطيح في هذه اللحظات. يا رب الشباك تتحرك تحول كبير بعد الزيادة العددية. مباراة واضح في طريق واحد، الفارق كبير في النتيجة. فرد سيخينيا. دفاع حديدي خلص الكرة وأوقف المحاولة. لم يكن يتوقع وهو يسدد بأنها ستخرج بهذه الطريقة. فكر في القوة، لم يفكر في أين ستستقر. تمريرة في ظهر الدفاع. لحظة بتخلصها. والآن وصلنا لنهاية الخطورة في هذه اللحظات. والآن تنطلق صافرة نهاية المباراة.